جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: امرأة نزل عليها الحيض وهي في السعي، فأكملت سعيها وأتمت عمرتها، فعمرتها صحيحة؟ لا، عمرتها غير صحيحة، لأن طافت وهي حائض، والطواف تشترط له الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعليها أنها تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد التقصير، وما مضى غير صحيح. نعم.